ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة الاجتماع الأسبوعي للجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لبحث تنفيذ آليات عمل تطوير قطاع الشباب والرياضة بمملكة البحرين. وقد شهد الاجتماع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، والسيد أحمد بن زايد الزياني رئيس ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني. كما شهد الاجتماع أيضا مشاركة أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة. في مستهل الاجتماع رحب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالمسؤولين، معربا سموه عن سعادته بالجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل تنفيذ المشاريع التي تساهم في تحقيق الديمومة التنموية بما يتوافق مع أهداف المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبرنامج الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، ورؤية البحرين التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، بهدف النهوض بجميع قطاعات الدولة من أجل تحقيق مستقبل مشرق مليء بالنجاحات والمنجزات للبحرين. خلال الاجتماع ناقش سموه مع المسؤولين عددا من المشاريع الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي والشبابي بما يتوافق مع تطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مستشار الأمن الوطني، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والقائمة على مبدأ تعزيز الشراكة بين القطاع الرياضي وكافة قطاعات الدولة على الشكل الذي يسهم في دعم التعاون المشترك والذي يصب في مصلحة تطوير وارتقاء الحركتين الشبابية والرياضية في المملكة.